القوى العاملة ونرجع. طيب يوم الثلاث اللي فات برضو وعدت حضراتكم انه يوم السبت اللي هو النهاردة ان شاء الله هيكون معايا اتنين انفوجراف او اتنين جدول. يعني قلنا الجدول الاول هو جدول ليه علاقة بوظائف القوى العاملة. احنا الاسبوع الماضي فتحنا الاتصالات وكلمنا عن ملتقيات توظيف في حلوان ومدينة وفرص عمل في مدينة نصر وملتقى التوظيف الكبير اللي كان في الاسماعيلية. الحقيقة انه ضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين تلقوا مجموعة من الطلبات، مجموعة كبيرة من الطلبات، يعني هي مجموعة الطلبات اكبر كمان اللي هتشوفوها على الشاشة دلوقتي، اغلبها او كلها بيتم التعامل معها الان، ولكن ما سنعرضه الان هو ما تم بالفعل العمل معه. وتقريبا نقدر نبارك للناس اللي هنقرا اسمائها دلوقتي على الشاشه على استلام وظائف قوى عامله، وظائف عمل جديده، يا رب بالتوفيق ان شاء الله وربنا يبارك كده. حتى لو الشغلانه بتبدا صغيره كده بس بالاصرار والعزيمه كل حاجه باذن الله ربنا يا رب يطرح فيها البركه. تعالوا نشوف مع بعض مجموعه مشاهدي صباح دريم اللي بنقول لهم من صباح دريم الف مبروك على التوظيف. ألف مبروك يا رب بالتوفيق إن شاء الله. ومجموعة الأسماء التانية الإضافية اللي بتشتغل عليها الإدارات المختلفة في وزارة القوى العاملة إحنا كمان بإذن الله أول ما يتم التواصل معها يعني التواصل معها هنعرضها إن شاء الله. وبشكر جدا جدا وزارة القوى العاملة الحقيقة من أول معالي الوزير لغاية كل ضيوفنا الكرام اللي بيجونا هنا، حقيقي بتعملوا شغل هايل ومحترم وإحنا بنقدره.